بمناسبة النجاحات الجامدة اللي عملها النجوم في رمضان اللي فات، وخلاص بيستعدوا لأعمال تانية أهم وأقوى في رمضان الجاي. المخرج محمد سامي حب يعمل لقطة حلوة مع صحابه في الوسط الفني، وعمل لهم عزومة كبيرة وفخمة في مزرعته الخاصة. لكن ما أقولكش بقى على الفخامة والفلوس اللي اتصرفت في الحفلة دي. نجوم كتير جداً كانوا معزومين عند محمد سامي ومي عمر، ومعظمهم نشروا لقطات على ستوري الانستجرام من العزومة، وقد إيه فرحانين بلمتهم مع سامي، وإنها لقطة حلوة منه يجمعهم مع بعض في بيته. محمد سامي عمل العزومة دي علشان يحتفل بنجاحات زمايله النجوم والمسلسلات اللي عملوها في رمضان اللي فات. يعني الموضوع ما كانش عزومة للتيم بتاعه أبطال مسلسل جعفر العمدة، لا خالص، بالعكس، ده اللي حضروا ناس ملهمش علاقة بالمسلسل، ويمكن ما اشتغلوش أصلا مع محمد سامي قبل كده، بس بتجمعهم علاقة طيبة بيه وبمراته مي. مين بقى اللي حضر عزومة محمد سامي؟ نيلي كريم وجوزها هشام عاشور كانوا من ضمن الحضور، واتصورت سيلفي معاهم ونشرتها ستوري عندها. كمان حضر النجم أحمد زاهر وبنته ليلى، وكمان النجم إدوارد وابنه، واتصوروا مع مي عمر، وطبعا دول صحابها القريبين اللي عملوا معاها مسلسل لؤلؤ ونجح جدا من سنتين. كانت المفاجأة بقى حضور حسن رداد وإيمي سمير غانم، ودي تقريبا أول مرة نشوف فيها إيمي بعد وفاة باباها ومامتها، وكمان بعد ما ولدت ابنها فادي من شهور قليلة. طبعا حسن ما رفضش عزومة سامي وخد مراته وراح يحتفل مع صحابهم النجوم. كمان حضر المنتج تامر مرسي والنجم خالد سليم والفنان عماد زياد، وكمان المنتج الفني حماد إبراهيم. كمان حضرت أخت مي عمر واتصورت معاها ونشرت مي صورتها على ستوري الانستجرام، ودي كانت أول مرة الجمهور يشوف أخت مي عمر. كمان كانت موجودة ريم أخت محمد سامي، واللي دخلت على حس الوسط الفني وعملت شوية أدوار، منها دور في مسلسل البرنس واللي أخرجوا أخوها سامي من 3 سنين. طبعا الناس كلها توقعت أن أول واحد هيكون حاضر هو النجم محمد رمضان، وده بعد ما حققوا نجاح كبير جدا سوا في مسلسل جعفر العمدة في رمضان اللي فات، وكمان بيحضروا للجزء الثاني اللي اعلن عنه رمضان رسميا من يومين. لكن المفاجأة ان محمد رمضان ما حضرش عزومة صاحبه وحبيبه المخرج سامي، ومحدش عارف ايه السبب. ممكن يكون مسافر مع ولاده في الحر ده اي مكان، او مش عايز يظهر وسط التجمع الفني ده لاي سبب يخصه، الله اعلم. بس هو ما ظهرش في أي صورة من الصور اللي كانت مالية ستوريهات انستجرام امبارح. الأجواء كانت حلوة، ومحمد سامي اختار يعمل العزومة دي في المزرعة الخاصة بتاعته، وهو بيعشق المكان ده وبيحب يريح دماغه ويروح يقضي أوقات حلوة هناك. علشان كده قرر يعمل أجواء حلوة لأصحابه النجوم ويعزمه في مزرعته اللي مليانة حيوانات، ده مربي فيها أسود ونمور وغزلان وأحصنة وكمان قرود. قال سامي قبل كده في لقاء إعلامي إنه عنده تقريباً 40 نوع من الحيوانات في مزرعته الخاصة. في الصور اللي شفناها نشرت مي عمر لقطات من السهرة، وكانت عزمة صاحبتها البنات من خارج الوسط الفني، وشيروا الصور وشكروها على اليوم الحلو ده. أما بقى عن الأكل، فمحمد سامي كان صارف ومكلف وعامل أوبن بوفيه مليان أصناف وأشكال وألوان من الأكلات المختلفة اللي تفتح النفس. وطبعاً كان في شيف مخصوص بيجهز للعزومة دي وقدموا أصناف كتيرة، علشان طبعاً اختلاف ذوق الناس الحاضرين وكل واحد ياكل اللي يعجبه. واضح إن الأجواء كانت حلوة ومليانة هزار ولعب ورقص، وشفنا فيديوهات كانوا مشغلين فيها أغاني ويصة وبيرقصوا ومبسوطين ولا كأنهم في حفلة، بس على طريقة محمد سامي بقى. وطبعاً مش هتتفاجئ لو قلتلك إن سامي ومي كانوا موفرين للنجوم الحاضرين الشيشة مع الأكل والشرب والعصاير، وشفناها في فيديوهات كتير، وده شيء عادي بالنسبة للنجوم، وهم بيحبوا يدخنوا ويشيشوا مع بعض خصوصاً في الأجواء اللي زي دي.